يا رب يعني نحسبهم عند الله شهداء بإذن الله. وطبعا أكد المتحدث العسكري أنه سيتم دفع تعويضات مالية للمتضررين من العمليات الأمنية من المدنيين، والتي بلغت حتى الآن نحو 900 مليون جنيه مصري. الموضوع ده مهم جدا، لأنه ناس كتير بتقول طب المدنيين واللي عايشين هناك واللي بيحصل وحياتهم ماشية إزاي. لا، مهم جدا، وزي ما حضراتكم وزي ما معتز، إحنا بنبقى حريصين دايما يوم الجمعة، عشان ده بيبقى آخر الأسبوع وحصاد الأسبوع، بيبقى طوال الأسبوع بيبقى فيه عدد من البيانات وعدد من الأرقام زي ما سمعتوا حضراتكم، وعدد من الأرقام اللي تمت يعني ضبط من يعني بنكتشف حاجات الحقيقة معاهم، أرقام يعني العدد اللي تم القبض عليه النهاردة عدد كبير جدا. الناس ترجع في الشارع وتقولك الناس دي كلها كانت فين. فعلشان كده نحمد ربنا كتير قوي ان احنا الحمد لله قادرين نقف وقادرين نبني وقادرين نحمل السلاح في نفس الوقت. خلونا نرجع حضراتكم نسمع جزء من المؤتمر الصحفي ونرجع نعمل تعليق اخير.